بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في محاضرتنا اليوم بمشيئة الله الدالة اللوغاريتمية الطبيعية، هنخذ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية والدالة الأسية الطبيعية، وبعدين نأخذها بشكل عام. فالعنوان بشكل عام نقدر نقول إيه؟ الدول اللوغاريتمية والأسية، يعني نستطيع أن نعنون للمحاضرة هتكون تحت عنوان الدوال اللوغاريتمية والأسية. طيب، فاحنا هنبدأ من الحالة الخاصة إلى الحالة العامة. عندي الحالة الخاصة اللي هي الدالة اللوغاريتمية، الدالة اللوغاريتمية هنرمز لها بالرمز لن، يرمز لها بالرمز لن، وتعرف كما يلي: نستطيع نعرفها بدلالة التكامل لن إكس. يعني احنا لما نحسب هذا التكامل في الحقيقة ويعطيني إيه؟ يعطيني تعريف لن إكس. يعني احنا لو كملنا هذا المقدار هيعطي لي لن إكس لكل إكس أكبر من الصفر. في الحقيقة هو يمثل، لو رسمنا دالة المكاملة، هذه دالة المكاملة واي واحد على اكس. احنا قبل كذا خلاص تعرفنا على الدالة واي واحد على اكس، رسمناها قبل كذا اكثر من مرة، قلنا واي واحد على اكس هتبقى بهذا الشكل في الجزء الموجب، اكس اكبر من الصفر، وعندما اكس اقل من الصفر. طبعا والدالة عندي اللوغاريتمية اصلا الطبيعية معرفة لكل اكس اكبر من الصفر، وحنقول بعد قليل لما نتكلم على النطاق. فالدالة اللوغاريتمية حدود التكامل من واحد إلى إكس، فهذه الفترة المساحة الموجودة تحت هذا المنحنى تمثل لي إيه؟ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية لن. طيب، في بعض عندي الخواص، طبعا إحنا نستطيع نستنتجها من الرسم. فلو كانت إكس بواحد، طبعا هذه المعلومات في الحقيقة الأصل إحنا نأخذها في التكامل، لكن احنا نستطيع نحدد معلومات كثيرة للدالة اللوغاريتمية من خلال الرسم. الرسم للدالة اللوغاريتمية، طبعا احنا لما ناخذ رسومات ستاندر، الرسومات الأساسية. فالدالة اللوغاريتمية هتقطع محور الإكس عند الواحد والصفر. لو حسبنا بالآلة الحاسبة لين واحد هتعطينا صفر، واحنا لسه قايلينها قبل قليل هنا لين واحد بصفر. فالدالة اللوغاريتمية هتقطع محور إكس، هتقطع عند الايه؟ عند الواحد والصفر. طيب، وبالتالي نستطيع نستنتج بعض الخواص، لأنه جميل جدا إن احنا نستنتج الخواص من خلال الرسم، يعني ما نحفظهاش حفظ. فالدومين هيبقى من صفر إلى ما لا نهاية، أو الدومين هي المدخلات، أو من حد هنا الصفر غير داخله إلى ما لا نهاية. والرنج أو المدى هيكون من تحت إلى أعلى. بالتالي الدالة اللوغاريتمية هيبقى هذا النطاق والدومين لها. برضو في عندي نهايتين هامتين، من خلال الرسم برضو نستطيع الاستنتاج. أو عندي الدالة اللوغاريتمية عندما ليمت تؤول، عندما اكس تؤول ما لا نهاية، النهاية عندي ما لا نهاية، وعندما اكس تؤول الصفر من ناحية اليمين للدالة اللوغاريتمية حدي لي الناتج سالب ما لا نهاية. في الحقيقة هذه النهايات نحتاجها لما نحسب بعض النهايات للدالة اللوغاريتمية الطبيعية. طيب، في عندي نظرية برضو حتقول لي مشتقة الدالة اللوغاريتمية، لو كان عندي هنا فقط إكس، يعني لا في تربيع ولا في جذر، مباشرة حقول واحد على إكس. طب لو كان الأرجيومنت دالة معينة، مثلا جي أوف إكس، طبعا بشرط إكس أكبر من الصفر، وهنا برضو بشرط إكس أكبر من الصفر، ولا تبقى الدالة اللوغاريتمية غير معرفة. فالمشتقة حتكون واحد على يو، في مشتقة اليو. إذا مشتقة اللينيو، لو قلنا اللين تفاحة، واشتقة الدالة اللوغاريتمية هيبقى واحد على التفاحة في مشتقة التفاحة. فنتذكر مشتقة الدالة اللوغاريتمية بهذه العبارة، واحد على التفاحة في مشتقة التفاحة، وحنخذ أمثلة في نهاية المحاضرة. طيب، في بعض الخواص للدالة اللوغاريتمية الطبيعية، لو كان عندي البي أكبر من الصفر والكيو أكبر من الصفر،
فاللوغاريتم طبعا هذه تفيد احنا كثير، هذه العلاقات لما نروح نشتاق مثلا لين مضروب دالتين، يعني عندي لين حقول واحد على بي كيوب، بعد كده اشتاق مضروب دالتين، لكن لو استخدمت هذه العلاقة يعني حولت الضرب إلى جمع، بالتالي حتفيدني كثير أثناء الاشتقاق، حوفر وقت كثير، لأنه مشتقة لين بي زائد لين كيو أسهل من لين بي في كيو. برضو عندي القسمة لين بي على كيو، لو أريد أشتق هنا حقول واحد على بي كيو، وفي مشتقة بي على كيو أستخدم قانون القسمة، لكن لو استخدمت هذه العلاقة حتبسط لي كثير المشتقات، حيبقى لين بي ناقص لين كيو. برضو هنا عندي لين بي اس ار، لو جيت اشتق هذه الداله فقط حقول واحد على بي اس ار في مشتقه بي اس ار انزل اس، المهم شغلانه، لكن لو استخدمت خاصيه الداله اللوغاريتميه ورحت ضربت الاس هنا في الامام او خلاص فقط حشتق البي. طيب لاي عدد؟ طبعا الار ممكن تكون ايه، عدد نسبي، اي ار عدد نسبي، اذا حكتب هنا اهو الار عدد ايه، عدد نسبي، واحنا عرفنا الاعداد النسبيه في بداية مقررنا. طيب ننتقل إلى عنوان آخر اللي هو الدالة الأسية الطبيعية. طبعا احنا لما نتكلم على الدالة اللوغاريتمية الطبيعية لابد نتكلم على الدالة الأسية الطبيعية اللي نرمز لها بالرمز هذا، أو أحيانا نرمز لها بالرمز إي. فحنعرفها بدلالة الدالة اللوغاريتمية لأنها عكس للدالة، عكس للدالة اللوغاريتمية. حنعرفها بهذا الشكل إي أس إكس تساوي واي إذا وإذا فقط. يعني هذه العبارة تقول إن إحنا ممكن نروح بهذا الشكل وممكن نروح بهذا الشكل، كلا الاتجاهين إيه صحيح. فعندي أس إكس تساوي واي إذا وإذا فقط لين واي تساوي إكس، إذا كانت لين واي تساوي إكس. طبعا إحنا في حالة الدالة اللوغاريتمية بعدين حنقول اللين واي هي أصلا لوغاريتم وأساسها أصلا العدد النيبري إي. طيب فهذه العلاقة بين الدالة الأسية هم عكس بعض. طبعا احنا نستطيع نستنتج برضو رسم الدالة الأسية لأنهم عكس بعض، أو حروح راسم الدالة الأسية. طبعا لما أريد أرسم الدالة العكسية للدالة اللين أروح عامل خط مستقيم كمراية، هذه مراية عندي مراية، وأروح أصور هنا، حيتغير النطاق للدالة اللوغاريتمية، حيبقى مداء للدالة الأسية، والمداء للدالة اللوغاريتمية الطبيعية حيبقى نطاق للدالة الأسية. هنا كان يقطع عند واحد صفر، هنا صفر واحد، أو زي المراية بالضبط تماما. طيب ونستطيع من خلال الرسمتين نجمع أهو الخواص، أو عندي هنا الدومين للدالة اللوغاريتمية، أهو الدومين للدالة اللوغاريتمية، لاحظوا إزاي تغير، أصبح الرينج أو مدى للدالة الأسية، والمدى للدالة اللوغاريتمية أصبح نطاق أو دومين يعني حدث العكس لأنهم دالتين عكس بعض. برضو نستطيع نجمع النهايات الموجودة للدالة اللوغاريتمية، خلاص هذه قلناها قبل قليل. طبعا من خلال الرسم عندما إكس تؤول إلى ما لا نهاية الدالة حقيقة تروح إلى ما لا نهاية، وعندما إكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية الدالة حقيقة تؤول إلى الصفر، هذا بالنسبة للدالة الأسية. طبعا هذه المعلومات من الرسم. طبعا هنا في علاقة بين الدالة اللوغاريتمية الطبيعية والدالة الأسية الطبيعية، اللين لأنهم عكس بعض فاللين حتلغي الإي، ويبقى عندي هنا إكس، بس هنا حنقول لكل إكس، لكل إكس ما في مشكلة، يعني الإكس هنا إيه موجودة في الآر، الإكس هنا موجودة في الآر، لأنه هنا يهمني إيه نطاق هذه الدالة، الدالة الأسية، وبالتالي اكس موجوده في ار، لكن هنا اي حتلغي اللين لانه يعني عكس بعض، لكن الشرط هنا على الاكس، الاكس هنا ارجيومنت للداله اللين، اذا حقول فور لكل اكس اكبر من الصفر. فهذه مهمه جدا، هذه العلاقات تفيد احنا كثير، هنحتاجها سواء في هذا المقرر او في مقررات اخرى. في عندي برضو نظريه او قواعد، هذه القواعد حقول لو كان عندي بي كيو عددين حقيقيين والآر عدد نسبي، حقل بعض الخواص للدالة الأسية، اي اس بي لما اضرب عندي الاساس هنا نفس الاساس حروح حجمع الاسس، لما اضرب دالتين اسيتين حاخذ نفس الاساس واجمع الاسس، برضو لو عندي قسمة حطلع هذا المقدار حيبقى
اي اس بي ماينس كيو. لو عندي داله اسيه مرفوعه للار والار عدد نسبي، حضرب الار في البي مباشره. طبعا هذه الحقيقه الخواص تفيدنا كثير اثناء العمليات. طيب برضو مهم جدا عندي مشتقات الداله الاسيه هي نفسها، طبعا حتكون نفسها لو كان الاس فقط اكس، لو كان الاس اكس فقط يعطي لي نفس الداله، ما فيش اي تغيير خالص، بس بشرط هنا الاس يكون اكس. طب لو كان اليو داله، يعني ممكن اليو اكس تربيع، ممكن يكون اكس تكعيب، حكتب الداله كما هي في مشتقه الايه؟ الاس. طيب ننتقل بعد كده، بعد ما نكون فهمنا الداله الاسيه الطبيعيه، ننتقل للداله الاسيه العامه. الداله الاسيه العامه حنعرفها بهذا الشكل. طبعا لكل ايه اكبر من الصفر ولاي عدد حقيقي اكس نستطيع نكتب الداله الاسيه العامه بهذا الشكل. هنا اي اس اكس لين هي نفس هذا الشكل، لان الاكس حتروح هنا حيبقى اي اس اكس والاي تروح مع لين. اذا هنا استطعنا نكتب الداله الاسيه بهذا الشكل. طيب اذا احنا حنعرف دالتنا الاسيه بشكل عام اي اكبر من الصفر، يمكن تكون نص، ربع، خمس. اما الاكس اي عدد حقيقي، ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، ممكن يكون كسر الى اخره. فمثال مثال على الداله الاسيه العامه، عندي هنا y يساوي 2 اس اكس، فهنا عندي الاي ب 2. طبعا هذه الداله الاسيه عامه، نقطه التقاطع مع محور اكس مؤكد هذا بايه؟ بصفر. يعني لما احط هنا اكس بصفر، يعني طبعا انا لما احصل على هذا الرسم، هو في الحقيقه نحتاج ايه؟ نعمل تيبل واروح كاتب هنا اكس هنا واي. طبعا عندي اهم نقطه، مثلا حاخذ مثلا قيم او سالب واحد. طبعا بامكانكم تستخدموا الاله الحاسبه، بس هي بسيطه في الحقيقه. او سالب اثنين او صفر واحد، لابد نعود انفسنا على الرسم. طبعا احنا نرسم حاجه ستاندر البسيطه الاساسيه. فهنا حيبقى اثنين اس سالب واحد يعني نص، هنا حيبقى اثنين اس سالب اثنين يعني ربع، اثنين اس صفر بواحد، اثنين اس واحد باثنين، اثنين اس اثنين باربعة. طبعا اثنين اس سالب واحد هذه نص وهذه ربع، وهنا عندي صفر، هنا عندي اثنين، هنا عندي اربعة. فلما احط النقاط تبعي هنا، طبعا اهم نقطة عندي هذه نقطة تقاطع الدالة الاسية سواء العادي الطبيعية او العامة. لما يكون الاساس العدد النيبري اي، بالتالي حتبقى عندي دالة اسية عامة، دالة اسية طبيعية. لكن لما يكون غير الاي، مثلا اثنين، ثلاثة، نص، اربعة، واوصل هذه النقاط، فعندي عندما اكس تساوي سالب اثنين حيبقى الواي بنص وهكذا. وعندما وعند اكس هنا بسالب واحد حتبقى بسالب نص، تكبر هنا سالب ربع، لان الداله حقيقة الا الصفر الداله الاسيه. عندما اشوف لاحظ عندما اكس الا سالب الداله حقيقة تروح للايه؟ الصفر. وعندما اكس اقول الى ما لا نهايه الداله حقيقة تروح ما لا نهايه. اذا هذا المنحنى 2 اس اكس. طيب برضه ممكن يكون الايه؟ بين الصفر والواحد، يعني كسر. كيف ارسمها او كيف اوضحها؟ ارفع 2 لفوق اس سالب 1، حيبقى هنا 2 اس سالب اكس، يعني حيكون عكس الداله السابقه. الداله السابقه 2 اس اكس. طبعا قطع محور واي لابد يكون عند صفر واحد بالنسبه للداله الاسيه. طبعا تستطيعوا تعملوا جدول بسيط جدا اهو، لان الارقام بسيطه. مثلا عندي هنا اكس، عندي هنا واي، فمثلا حاخذ اكس او بسالب اثنين او سالب واحد بصفر بواحد باثنين. فعندي اكس بسالب اثنين حيبقى سالب اثنين في سالب حيبقى اثنين اس اثنين. اكس بسالب واحد يعني حيبقى اثنين اس واحد. اكس اس صفر اثنين اس صفر بواحد. وهنا حيبقى اثنين اس سالب واحد. وهنا اثنين اس سالب اثنين. طب اجي ابسط هنا حيبقى اربعه اثنين واحد، هنا 2 اس سالب 1 يعني نص، هنا 2 اس سالب 2 يعني ايه؟ 1 على 2 اس 2 يعني ربع. اذا عكس السابق، المساله السابقه كانت تزايديه، هنا ايه؟ تناقصيه. اروح اجيب هنا عندي اكس بسالب 2 حتبقى عندي ب 4، اكس بسالب 1 تبقى ب 2 اهو تناقصيه، اكس بصفر واي ب 1، اكس ب 1 واي، اكس ب 1 واي بنص وهكذا.
لأننا حتبقى تناقصية، حتؤول إلى عكس الدالة السابقة. طيب هذه في الحقيقة منحنيين بسيطين عشان نتعرف على الدالة. الآن ننتقل برضو للدالة اللوغاريتمية بشكل عام. طبعا هذا حنقول عليه الأساس للعدد X، الدالة اللوغاريتمية. طبعا احنا لما نعرف الدالة اللوغاريتمية نعرفها بدلالة الدالة الأسية لأنهم عكس بعض. طبعا لما أعرف الدالة اللوغاريتمية بشكل عام بدلالة الدالة الأسية بشكل إيه؟ بشكل. طيب طبعا لين اي بي واحد، لين الاي بي الواحد. طيب طبعا حنقول بعد كده خواص برضو للدالة اللوغاريتمية بشكل عام. مهم جدا عندي مشتقة الدالة اللوغاريتمية العامة، انا مكتوب هنا ايه، هذه عامة، لكن لما اكتب لين هي الدالة اللوغاريتمية طبيعية. هذه بشكل عام الاساس ايه اكبر من الصفر، الايه اكبر من الايه، اكبر من الصفر طبعا، والاكس هنا اكبر من الصفر. طيب فالمشتقة واحد على اكس نفس المشتقة للدالة اللوغاريتمية الطبيعية، بس أضيف لها إيه؟ كلمة لين إيه؟ لين للأساس. طب لو كان عندي هنا دالة يو، الدالة يحبها واحد على يو في لين إيه، وأضيف إيه؟ هذه المشتقة. طيب برضو عندي خواص، عندي هنا بعض الأمثلة البسيطة جدا اللي تعلمني الأساسيات بسهل جدا، يعني تعرفني على الدالة الأسية. مثلا هذه عندي دالة أسية مكتوبة في الصورة الجذرية، هتبقى 2 أس نص، فأنا عندي هذا الأساس، هذا الأساس، وعندي هنا الأس إيه والأس إكس. برضه هنا عندي الأساس باي، هنا برضه عندي الأساس إيه، هيبقى لابد أكتبه بهذا الشكل. هنزل هذا المقدار لأن هذا المقدار على واحد، هنزله إلى تحت هيبقى 2 أس إكس، وارفع لانه هنا عندي واحد ما في مشكله، حرفع الاس حيبقى النص اللي هو الاساس. طبعا كما قلنا قبل قليل لما قلنا بالقاعده العامه، عندي اذا تساوى الاساس، عندي مثال هذا الاساس نفس الاساس، اذا كان الاساس نفس الاساس الاس نفس الاس، وبالتالي حيعطي لي واي يساوي ربع. مثلا عندي هنا 10 اس واي وهنا 100، حكتب ال 100 عباره عن 10 اس 2، فهنا هذا الاساس 10، إذن الأسس متساوي، إذن واي 2. طبعا هذه العلاقة تفيد احنا كثير لما نجي نحل معادلات. عندي معادلة بهذا الشكل مطلوب مني قيمة اكس، فأنا عندي الأساس، يعني المسألة هنا جاهزة خلاص، الأساس نفس الأساس، إذن أروح أساوي الأس اللي هنا بالأس اللي هنا وأحصل على قيمة اكس. بالفعل لو حطينا اكس هنا بسبعة، لو حطينا اكس بسبعة هيبقى 7 ناقص 2، بالفعل هيدي لي نفس الناتج للطرف الثاني. طيب في عندي قوانين برضو مهمة في اللوغاريتمات هتفيدني أثناء الحسابات. أن لو كان لوغاريتم للعدد واحد على طول الناتج راح أكتبه بصفر. طبعا احنا قلناه في حالة الإيه، الدالة اللوغاريتمية الطبيعية، وبشكل عام صفر، لأنه أصلا الدالة اللوغاريتمية تقطع المنحنى عند هذه النقطة عند واحد. فالدالة اللوغاريتمية الطبيعية أو بشكل عام، هذه نقول عليها الدالة اللوغاريتمية بشكل عام لأنه أساسها إيه، ما حددتش انا الاساس. لكن الداله اللوغاريتميه لين هذه اصلا هي في الحقيقه هي الداله لوج، والاساس حقها ايش؟ اي. الداله لين هي الداله اللوغاريتميه واساسها ليه؟ واساسها لي، ونكتبها في الحقيقه بهذا الشكل. برضه نفس الخاصيه هذه اللي قلناها قبل قليل في الداله اللوغاريتميه الطبيعيه، لو في عندي قسمه يتحول الى جرح والضرب يتحول الى جمع، برضه هنا عندي هذا الأس أستطيع أرميه أمام الدالة اللوغاريتمية الطبيعية. برضه لو كان عندي هنا الأساس، لو كان عندي هنا الأساس إيه والدالة إيه، حيبقى الناتج بي واحد. وهذه تفيدني في الحقيقة الخواص لو أريد أحسب نتائج بدون استخدام الآلة الحاسبة. لاحظوا هنا عندي 7 و7، وبالتالي الناتج بواحد. عندي هنا 4 و16، فأنا أبدأ أكتب إيه، أحاول أكتب 16 هذا، يعني استفيد من الخاصة سابقة، فراح أكتب 16 4 أس 2، وأروح برضو من خاصية سابقة أرمي الاثنين هنا، فهنا عندي أصبح لوج 4 4 وهذا بواحد، إذا حيبقى الناتج عندي في الأخير إيه؟ ب2. برضو هنا استخدمنا القسمة.
طبعا احنا بالنسبه لنا كطلاب كالكلاس او تفاضل وتكامل، هذه الخواص في الحقيقه تفيد اكثر، تفيد احنا اكثر واكثر عند حساب المشتقات، لما يكون عندي لوغاريتم قسمه او لوغاريتم ضرب. لكن برضو جيد ان احنا ايه برضو نتدرب على هذه الحسابات قبل ما نحسبها بالآلة الحاسبة، نكون فاهمين لها بشكل جيد. أو عندي مثلا لوغاريتم أنا مش عارف هذه القيمة، طيب فأريد أحسب هذه القيمة، هروح في البداية أحول، عندي هنا قسمة هذا المقدار على هذا المقدار، هحولهم بهذا الشكل ناقص هذا الشكل، يعني حيبقى لوغاريتم البسط ناقص لوغاريتم المقام، هستخدم قاعدة تحويل القسمة إلى طرح. طيب وبعدين في عندي معلومات تقول لي لوغاريتم الواحد بالصفر، سواء كان الأساس العدد النمبري أو أي أساس هنا عندي، حدي لي الناتج بصفر. وهنا طبعا ال 125، طبعا أنا أستطيع أستخدم الآلة الحاسبة، لكن في البداية لابد أستخدم مهاراتي، أحاول أكتب ال 125 بهذا الشكل. طبعا احنا لما نريد اروح اكتب 125 واروح اقسم على 5، 12 على 5 من 2 يوم 10 بعد 25 على 5 25، واروح كاتب هنا 5 25 على 5 من 5 وعقد 5 على 5 من 1، اذا ال5 حتبقى هنا اس 3، اذا ال125 استطيع اكتبها بهذا الشكل. طبعا انا كتبتها بهذا الشكل لانه حستخدم خاصيرا، حرمي الثلاثة أمام اللوغاريتم، وهنا حيبقى عندي لوغاريتم 5 و5 حيبقى ب1، وبالتالي استطعت أحسب اللوغاريتمات بدون استخدام الآلة الحاسبة. طبعا هنا التحويل من الصورة الأسية إلى اللوغاريتمية والعكس في الحقيقة، هذه من القاعدة اللي قلناها قبل قليل، عندي هذه القاعدة كل منهما يؤدي إلى الآخر، يعني لو x تساوي a أس b، فطبعا حنتفق إنه ال a، خلينا احنا نتفق ال A هو عبارة عن الأساس عشان نحول بشكل صحيح، وال B هو الأس عشان نحول بشكل صحيح، فال A هي الأساس وال B هي الأس. طيب فأنا مثلا عندي العدد 8 أريد أكتبه أحوله إلى شكل أو شكل لوغاريتمي، لابد في البداية أروح أكتب 8، 8 هي عبارة عن 2 في 3، فطبعا الثمانية هي في الحقيقة العدد إكس اللي احنا عاوزين ايه؟ هنكتبه بالصورة اللوغاريتمية 8. طبعا أنا عندي هنا 2 أس 3، وبالتالي الاثنين اللي تمثل ايه؟ الأساس اللي هو الإيه، والثلاثة اللي هي الأس اللي هي البي. وأروح مباشرة أنا أكتبها بالصورة اللوغاريتمية، أروح واضع الإيه، هنا حطيت الإيه هذه الإيه، والبي هذه البي اللي هي الثلاثة، وهذا العدد حقي اكس اللي انا عاوز اوضعه بشكل اللوغاريتمي. مثال اخر 32، حروح اكتب ال 32 هو عبارة عن 2 اس 5، اذا الاثنين هو الاساس اللي هو الاي، والخمسة اللي هو البي، اذا اروح كاتب هنا مباشرة، كاتب لوغاريتم الاي اجيبه هنا اللي هو الاساس، والاس اللي هو اكتبه هنا هذا يمثل لي البي وهذا يمثل لي الاي، وال 32 اللي هو في الحقيقه عباره عن ايه؟ الاكس. طيب وهكذا نستطيع نحول من اسيه الى لوغاريتميه، والعكس صحيح. طبعا احنا نعمل ايه؟ نعمل الاتجاه هنا عشان تبقى عبارتنا صحيحه. طيب انا مثلا عندي هنا لوغاريتم، اذا هذا الاساس اتفقنا عليه هذا ال A، هذا ال B اللي هو الأس 16، والاثنين اللي هي خلاص حددناها قلنا ال B، وهذه ال X، وهكذا. برضو هنا عندي ايه؟ برضو عندي هنا طبعا هنا حنكتب ايه بدلاله من لوغاريتم الى شكل اسي، فاحدد عشان ما الخبطش نفسي هذه الاي وهذا البي وهذا الاكس. لما اريد احوله للشكل الاسي اروح شايف هنا اي اس بي، يعني حطها 5
أس 3 A أس B يساوي إكس، هذه الإكس. طيب في الحقيقة هذا يفيد إحنا كثير في الحسابات. الآن دعونا ننتقل إلى جمل هامة جدا اللي مطلوب منا إحنا إيه نحسب المشتقات باستخدام القوانين أو القواعد السابقة التي ذكرناها. طيب باستخدام هذه القواعد في الحقيقة نستطيع نحسب المشتقات. طبعا هنا عندي مشتقة x تربيع، هذه أخذناها قبل كذا، هذه باثنين x. عندي هنا الدالة الأسية، ما في الأس لا يوجد فيه شيء، إذا المشتقة بنفس الدالة. طيب برضو هنا حيبقى المشتقة، عندي هنا الدالة الأسية لكن الأس ليست x فقط وإنما دالة، إذا حكتب الدالة كما هي في مشتقة الأس. مشتقة الأس بخمسة، لما جه اشتق الأس الخمسة الإكس بخمسة والواحد بصفر. طيب برضو هنا حيشتق مسألتي، هنا عندي إي أس إكس تربيع، إذا حروح كاتب إيه ستة وأكتب مشتقة الدالة الأسية حكتبها كما هي في مشتقة الأس، مشتقة الأس باثنين إكس زائد مشتقة ذا المقدار. ذا المقدار خلاص إحنا اشتقيناه قبل كده، قلنا بي 12. طب اجي هنا عندي، هنا في عندي داله اسيه وفي عندي قسمه بسط مقام، حطبق القانون الذي تعلمناه اللي قلنا ايه لما اجي اشتقينا، حقول مربع المقام في المقام في مشتقات البسط ناقص البسط في مشتقات الايه في مشتقات المقام في مشتقات الاكس. طبعا اكتب هنا اكس، طبعا لما يكون عندي قسمة أو ضرب أبدأ أكتب القاعدة بعدين بسيطة جدا، حساباتها بسيطة جدا. حيبقى هنا إكس تربيع، مشتقة الدالة كما هي، إذا حيبقى عندي إي أس إكس ناقص إي أس إكس، مشتقة الإكس بواحد، وكذا انتهت المسألة. طيب هنا عندي برضو مشتقة مضروب دالتين وفيها دالة أسية، برضو هنا حطبق قانون الإيه، أبدأ أكتب قانون الضرب، حبقى أقول إيه الأول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الأول اللي هو إكس. أبدأ أكتب القاعدة، طبعا هي مسألة بسيطة ممكن أكتبها مباشرة، لكن إحنا نبدأ نكتب القانون. حبقى عندي هنا إكس، حبقى عندي إكس في إي أس إكس، لأن هنا الدالة نفسها، لأن مشتقة الأس بواحد، زائدا إي أس إكس، هنا مشتقة الإكس بواحد. مسألة بسيطة جدا ونستطيع نضمنها لو جات لنا في الاختبار. طيب فاي برايم هنا أوف إكس برضه، في عندي هنا الدالة اللوغاريتمية ودالة أسية، دالة اللوغاريتمية، طبعا الدالة الأسية حيبقى عندي هنا ثلاثة، هشتق الدالة الأسية كما هي. هنا حشتق الدالة اللوغاريتمية الطبيعية، هذه الدالة اللوغاريتمية الطبيعية، هذه قلنا هي نفس الدالة هي لوغاريتم لكن أساسها إي، عشان كذا نكتبها لين، إذا حتبقى مشتقتها واحد على إكس، مشتقة الإكس بواحد. طب أجي هنا لما حاجي أشتق هنا إف برايم أوف إكس، حطبق القانون مباشرة، نقول واحد على واحد على اثنين إكس زائد الخمسة، واروح اشتق 2x، خلونا نكتب القانون ما في مشكله، واحد على التفاحه في مشتقه التفاحه، واروح بعدين ايه مشتق في خطوه ثانيه ما في مشكله عندي، اشتق 2x ب2 ومشتقه الخمسه بصفر، اكون كذا انهيت المساله. طيب لدي مساله اخرى، طبعا عندي هنا لوغاريتم او 3x تربيع، طبعا هنا خلاص ما في مشكله، ما احتاجش اكتب المقياس لانه عندي هنا اكس تربيع، وبالتالي انا ضامن القيمه اللي عندي هنا ايه موجبه، اذا المشتقه اف برايم اوف اكس، حطبق نفس القانون، حقول واحد على التفاحه في مشتقه التفاحه 3 اكس تربيع، وراح اشتق هنا هذا حيساوي واحد على 3 اكس تربيع، وراح اشتق 3 اكس تربيع اللي حتبقى بايه ب 6 اكس، وهذا شرحناه في محاضرات سابقه، ان حنزل الاس اضربه في 3 يبقى عندي الاس واحد. طيب المساله الاخيره،
مشتقة اكس في لين اكس، برضه هنا مضروب دالتين، مضروب دالتين، لما هشتق هروح ايه؟ هروح اطبق قانون اللي قانون الضرب. اذا هقول الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول، اذا هكتب القانون وبعدين ايه؟ بعد كده راح اطبق تطبيق عادي جدا. نكتب القوانين وبكل سهولة بعد كده ايه؟ الآن هشتق لين اكس، لين اكس احنا قلنا في البداية مشتقاتها بواحد على اكس، في مشتقة الاكس بواحد عشان كده ما نكتبها. وهنا حيبقى عندي لين اكس مشتقة الاكس هنا بايه؟ بواحد، واكون ايه؟ اكملت مسألتي. طيب عندي برضه هنا في مسألة، عندي مسألة دالة أسية في دالة لوغاريتمية، برضه هطبق هنا قانون الايه؟ هطبق قانون الضرب. في البداية هنظر للمسألة ككل، بعدين انظر لكل فقرة على حدة. إذا هقول الأول أو في مشتق الثاني أو زائد الثاني في مشتق الأول، يعني لو اشتقيت دالة ما اشتقش الثاني باختصار. إذا هقول الأول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الأول. الخطوة الثانية أطبق إيه؟ أطبق لو في حاجات هشتقها. إذا هقول إي أس إكس لين إكس مشتقاتها بواحد على إكس زائد لين إكس، وإي أس إكس هشتقها كما هي أو هكتبها كما هي. هطبق القانون اللي قلنا قبل قليل. طب هنا عندي مشتقة دالة بشكل عام، يعني هنا الأساس ليس العدد النيبري إي إنما خمسة، إذا هتبقى مشتقتها أو هتبقى الدالة نفسها 2 إكس تكعيب زائد 7 إكس، هكتبها كما هي. ايش الزياده على الداله الاسيه الطبيعيه؟ هقول في لين 5، واروح اشتق الاس. طبعا لما هشتق الاس يلا هنشتق مع بعض، هنزل الاس هيبقى 3 في 2 ب 6، يبقى من الاس 1 7 اكس. احنا خلاص القاعده اللي اخذناها هيبقى الناتج ب 7 وخلصنا كذا مسألة. مسألة اخرى برضو نفس القصه 2 اس 4، لما اجي هشتق هنا، لما نجي نشتق هيبقى حقول الدالة الأسية كما هي في لين 2 في مشتقة الأس، مشتقة الأربعة إكس بأربعة، مشتقة الواحد بصفر. وبكذا نكون إيه؟ أكملنا أهم جزئية لدينا بالنسبة لمسائل الدالة الأسية واللوغاريتمية. هكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.